الله أكبر الله أكبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله العلي العظيم. ذال عين ذالان وعينان. ذالان لا قيمة كثيرة لهما، وعينان لهما قيمة كبيرة. الذالان اللتان لا قيمة كبيرة لهما ذكاء وذاكرة، ما هي الذاكرة وما هي الذكاء؟ لو أردنا أن نشبه هاتين القدرتين القوتين في الإنسان، لعلنا نشبههما في الكمبيوتر. أما الذاكرة، الذاكرة يعني الحافظة، هناك قطع في الكمبيوتر تسمى بالحافظة الجانبية، الهارد ديسك حافظة جانبية، الميموري حافظة جانبية، الدي في دي السيديات
هذه حافظة جانبية. ذاكرة الإنسان أو سمها حافظة الإنسان، لعلنا نشبهها بهذه الأجزاء في الكمبيوتر، كما أن الهاردسك أحياناً تكون سعته كبيرة، مساحته التي يستقبلها مساحة كبيرة، وأحياناً المساحة مساحة قليلة. كذلك الإنسان أحياناً ذاكرته يعني حافظته ضعيفة، أحياناً قوية. الذكاء سرعة انتقال المعلومات. لو أردنا أن نشبه الذكاء بشيء في الكمبيوتر، لعلنا نشبه الذكاء بسرعة المعالج، سرعة الكمبيوتر. بعض الكمبيوترات سرعتها عالية، المعالج سرعته عالية. أحيانا السرعة لا، سرعة منخفضة دانية. الإنسان أحيانا عنده ذكاء أكثر من بقية الناس، يعني سرعة انتقال المعلومات إليه أكثر. الذاكرة أي الحافظة والذكاء قوتان موجودتان في كل إنسان، كل إنسان عنده ذاكرة وحافظة وعنده ذكاء، ولكن الاختلاف في النسب. بعض الناس عندهم ذاكرة غير طبيعية، خارقة، استثنائية. بعض الناس عندهم ذكاء مفرط، ذكاء خارق. بعض الناس لا. الدرجات مختلفة. أصل الذكاء، أصل الذاكرة موجودة في كل الإنسان، في كل إنسان. أنا ذاكرتي وحافظتي ضعيفة، ذكائي ضعيف، ماذا أصنع؟ مشكلة يشتكي منها كثير من الناس، خصوصا الشباب، وللأسف أني أقول خصوصا الشباب. لاحظوا، أولا يلزم أن نعرف مواقع المشكلة. لماذا الإنسان تصبح ذاكرته وحافظته ضعيفة؟ ما هي الأسباب حتى نتمكن أن نعالج الأسباب، نعالج المشكلة؟ في ضعف الذاكرة، الذاكرة الحافظة قوة حفظ المعلومات، هناك أسباب، أسباب روحية، أسباب نفسية، أسباب عملية سمها. أما الأسباب الروحية، يقولون أهم سبب لضعف الذاكرة والحافظة هي الذنوب. الذنوب تضعف الذاكرة. طبعا هنا حديث مفصل، كيف تقولون إن الذنوب تضعف الذاكرة، نحن نعرف بعض الناس يرتكبون الذنوب وذاكرتهم قوية، هذا بحث مفصل، القضية ليست خاصة بهذا المجال، قضية مفصلة، ولعلنا تطرقنا إليها سابقا إلى بعض أبعادها، ولعلنا نتطرق إليها في المستقبل بإذن الله عز وجل. ليس حديثنا عن ذلك، إنما الذنوب تضعف الذاكرة. الذي ذاكرته في درجة 90، إذا ارتكب الذنوب ذاكرته تنزل إلى درجة 80 مثلا، إلى 70، إلى 60،
الوضع يختلف من شخص لشخص، من ظرف لظرف، من ذنب لذنب، والعياذ بالله. وهناك عوامل أخرى، من العوامل أن هذه من العوامل الروحية، من العوامل النفسية. يقولون الإحساس بضعف الذاكرة، هذا الإحساس بحد ذاته يضعف الذاكرة. الإنسان يقول ذاكرتي ضعيفة، هذه الكلمة هي مؤثرة، هي تضعف الذاكرة أكثر. أنا لا أتمكن أن أحفظ، هي هذه الكلمة تؤثر. هذه من العوامل النفسية. من أهم العوامل النفسية الاضطراب. خذ لوحة مسطحة على يدك مستقرة، اجعل على هذه اللوحة أي شيء يبقى، لأن اللوحة مستقرة. أما هذه اللوحة حركها، أي شيء تجعل عليها تسقط، يسقط أي شيء يسقط. لماذا؟ لأن اللوحة غير مستقرة، اللوحة مضطربة. ذهن الإنسان هكذا، الإنسان الذي يعاني من اضطراب، من مشكلة، من تشوش، من أفكار، هذا الإنسان ذاكرته تضعف. على عكس الإنسان الذي يعيش حالة استقرار في ذهنه، ذاكرته تقوى. كل شيء يجعل في الذهن يبقى. أما الذهن المضطرب، كل شيء تجعل في هذا الذهن يسقط. وهذا من الأسباب التي تجعل ذاكرة الأطفال أقوى من ذاكرة الكبار. الأطفال ذهنهم مستقر، مشاكل الكبار غير موجودة عندهم. وهناك عوامل عملية، أطعمة، هذه واردة في الروايات الشريفة أيضا، أكل التفاح الحامض هذا يضعف الذاكرة، أكل الكزبرة يضعف الذاكرة. هناك أمور أخرى أيضا لا علينا بها. هذه المشكلة، علاج هذه المشكلة أي؟ العلاج الروحي، العلاج النفسي، العلاج العملي. العلاج الروحي ترك الذنوب، من أهم الأمور التي ذكرها العلماء في هذا المجال. نصير الدين الطوسي يذكره، قبل ذلك أيضا ذاكرين هذا الشيء، صلاة الليل تقوي الذاكرة، خصوصا إذا صلاها الإنسان في أفضل أوقاتها، كلما اقترب من أذان الفجر. هناك أمور نفسية، هناك أعمال، أكل اللبان، الكندر، الحلويات عموما، هناك أعمال أخرى أيضا لا علينا بها. أهم الأعمال، الأعمال الروحية، كل شيء بيد الله عز وجل، الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، ثم العوامل النفسية، ثم العوامل سمها العملية. ذال وذال، ذاكرة وذكاء. ولكن لا الذاكرة قوة الذاكرة، لا قوة الذكاء، هاتان ليستا من الأمور المهمة كثيرا. أنا ذاكرتي ضعيفة أم قوية؟ ذكائي قوي أم ضعيف؟ ليس مهما كثيرا. بعض الناس يتصورون أن العلم لا يحصل إلا بالذكاء، إلا بقوة الذاكرة، هذا خطأ. أكثر العلماء في شتى العلوم من الناس العاديين، أكثر العلماء الكبار في شتى العلوم لا يحملون ذكاء مفرط ولا ذاكرة قوية غير طبيعية. بعضهم نعم، قلة منهم عندهم ذاكرة قوية أو ذكاء قوي. المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه، هذا العبقري، هذا العالم من الدرجة الأولى في مجاله، هو يكتب عن نفسه في كتابه جامع الشتات،
عنده عبارة ترجمت عبارته، يتكلم عن نفسه، يقول أنا ذكائي ضعيف جدا جدا، ليس مني، منه، ذكاؤه ليس ضعيفا، ذكاؤه ضعيف جدا، ولعل عبارته أقوى مما قلت. العبارة طبعا من اللغة الفارسية. مع ذلك وصل إلى هذه الدرجة العالية، قل نظيره، لا أقول في عصره، إلى يومنا هذا. الشيخ الأنصاري كتبوا عنه والله العالم أنه ما كان يحمل ذكاء قويا ولا ذاكرة قوية، إنسان طبيعي عادي. كثير من العلماء هكذا. نعم قوة الذكاء تساعد، الذاكرة القوية تعتبر من الأمور التي تساعد، ولكن الأساس في تحصيل العلم أولا التوكل على الله عز وجل، ثانيا التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ثالثا الجد، الجهد، التعب. العلماء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بذكائهم، وصلوا إلى ما وصلوا إليه بتعبهم، بجهدهم. ما كانوا يطلبون شيئا بسهولة، لا، يطلبون الشيء مهما كلف، من أول الليل إلى الصباح. الإنسان ينام يريد أن يصبح عالما، لا يصبح عالما، ويلقي اللوم على ماذا؟ على الذاكرة، ذاكرتي ضعيفة، ماذا أفعل؟ للذاكرة مهمة كثيرا، للذكاء مهم كثيرا. ذال وذال ليس بتلك الدرجة من الأهمية. إذن ما هو المهم؟ عين وعين، عقل وعلم، هذان شيئان مهمان جدا. البعض يخلط بين العقل والذكاء، لا، هناك فرق كبير شاسع بينهما. العقل قوة الإدراك، العقل هو الذي يعطي للإنسان فهم الأشياء، العقل ليس هو السرعة، الذكاء سرعة، سرعة انتقال المعلومات، العقل ليس فيه السرعة، العقل فيه الإدراك. العقل يعني الشيء الذي يربط بين الأشياء بصورة صحيحة، القوة التي تدرك واقع هذه الدنيا، هذا العقل، فهم، إدراك. بعض الناس عندهم ذكاء خارق، حتى أنا أعرف بعض الناس عندهم ذكاء استثنائي، ولكنك بكل سهولة تتمكن أن تخدعهم، يعني عقولهم ضعيفة. الذكاء غير العقل، السرعة غير الإدراك. العقل أن تفهم لماذا خلقت، هذا هو العقل. العقل أن تفهم لماذا خلقت الدنيا، ما هي مكانة الدنيا، هذا لا أقوله أنا. الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، يسأل عن العقل، ما هو العقل؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا الفهم الذي يفهم الحقائق، يفهم الدنيا، يفهم أن القيمة هنا. الذي لا يفهم هذه الحقائق
لو كان يحمل أقوى ذكاء في العالم، إنسان غير عاقل. ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل. فسئل عليه الصلاة والسلام عما كان عند معاوية، إذا أنت فسرت العقل بهذا التفسير إذن معاوية ماذا كان عنده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي غير وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. الشيطنة شيء آخر، النكراء شيء آخر، قوة ثانية، شيء آخر في الإنسان. الخوارج الذين قاتلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هؤلاء بعضهم لعله كان يحمل ذكاء غير طبيعي، ذكاء خارقا، ولكن هؤلاء كانت عندهم عقول. الذي عنده عقل يقاتل إمام زمانه؟ عقل ما عنده، فارغ من العقل لو كان في أعلى درجات الذكاء. والشيطنة أصحاب معاوية الذين كانوا يشتمون رسول الله، يسبون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أصحاب معاوية كانوا يشتمون رسول الله، نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، من سبك فقد سبني. الذي يسب أمير المؤمنين، رسول الله يقول هذا يسبني. أصحاب معاوية كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء كانوا يحملون عقولا؟ بعضهم كان استثنائيا في ذكائه، وأنتم سمعتم تعرفون عنده ذكاء، عقل عنده، هذا هذا بكلمة واحدة يدخل نفسه إلى قعر جهنم، هذا عنده عقل؟ الإنسان إذا أتلف 1000 دينار، حرق 1000 دينار، يقولون هذا إنسان مجنون، هذا إنسان غير عاقل، لأنه أتلف 1000 دينار. الذي يتلف عمره، ليته أتلف عمره فقط، لا، يجعل من عمره وسيلة إلى الدخول إلى قعر جهنم، هذا إنسان عاقل؟ كلام الإمام الصادق صحيح أم لا؟ ما عبد به الرحمن، هذا هو العقل. لأن الذي لا يدرك هذه المعادلة، هذا الإنسان لا يدرك شيئا. الذي لا يدرك معادلة الدنيا والآخرة، إنسان لا يفهم، قوة الإدراك ما عنده. العقل والعلم، يؤسفني أن أقول أن الناس بصورة عامة، إلا من خرج بدليل، إلا من استثني، بصورة عامة الناس يصعدون في هذين المدرجين المهمين إلى حد معين ثم يقفون. تحصيل العلم إلى 30 سنة، لا إلى 40 سنة، معجزة إلى 50 سنة، خلاص هذا المسير يتوقف، خلاص حصلت على شهادة الماجستير، خلاص، لا حصلت على شهادة الدكتوراه، هذه النهاية. أكثر من هذا، شخص استثنائي يصبح بروفيسورا، خلاص العلم يتوقف، تحصيل العلم يتوقف، عملا يتوقف. العقل أيضا هكذا، الإنسان يصعد يصعد إلى درجة معينة يقف، يعني تعطيل، يعني الإنسان يعطل نفسه في أهم الأشياء أو في بعض أهم الأشياء. أنت إذا بلغت 90 من عمرك، حصلت لك معاملة تجارية، من الممكن معاملة تجارية
محللة طاهرة نظيفة تأخذها أم لا؟ لا، أنا بلغت 90 من عمري، بلغت 100 من عمري، خلاص لا تقول هذه الكلمة. مال حلال، في إشكال؟ لا، تأخذه. أما إذا حصلت على العلم ماذا؟ خلاص كافي بعد. 50 سنة حصلت العلوم المختلفة، كافي. لماذا في المال لا تقول هذه الكلمة؟ إذا كنت تتمكن أن تتزوج، تتزوج زوجة ثانية أم لا؟ نعم زوجة. زوجة ثالثة؟ نعم. رابعة؟ نعم. لا أقول هذا مبغوض، ليس كلامي عن ذلك، أقول لماذا في المعادلات المادية لا نقف عند حد، أما في الأمور الأساسية الحياتية نقف عند حد. القرآن الكريم كم أكد على العقل، كم أكد على العلم، ولعل القرآن الكريم ما أكد على الذاكرة والذكاء نهائيا، لعله، أنا لا أتذكر آية قرآنية تركز على الذكاء أو على الذاكرة. تقوية الذاكرة لا بأس به، لكن لا يوجد تركيز. أما الآيات القرآنية التي تتحدث عن العقل لعلهم يعقلون، كم من الآيات القرآنية؟ الآيات القرآنية التي تتحدث عن العلم كم هي؟ بالعشرات. ومن أروع الآيات القرآنية التي جمعت بين العقل والعلم هذه الآية المباركة التي بدأنا بها الحديث، وتلك الأمثال، حقا رائعة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. عقل وعلم، روعة، حقا روعة. هناك حديث مشهور على الألسن، ألسن الناس، ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. هذا الحديث بحثت شيئا ما وجدت هكذا حديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، بل بعض المحققين أيضا وجد أنهم قالوا كلما بحثنا هكذا حديث ما وجدنا، ولكن أصل المعنى صحيح، أصل المعنى وارد عن مصدر الوحي. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث يقول: طلب العلم فريضة على كل حال. نفس المعنى، بل لعل المعنى أوسع، لأن حال يشمل الحال الزمني، يشمل الحال في كيفية حالة الإنسان، يشمل لعله الأماكن المختلفة، ظروف الإنسان، على كل حال. من المهد إلى اللحد هذه قضية زمنية فقط، على كل حال فريضة. بلغت من العمر 100 سنة في ظروف صعبة، لا تترك العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث شريف. على كل حال، هذا الشيء الثمين. قضية ذلك الرجل مشهورة أنه في ساعاته الأخيرة كان يتداول مسألة من المسائل، قيل له: أنت في هذه الحالة تتداول مسألة؟ قال: أعرف هذه المسألة وأموت أفضل لي من أنني أموت ولا أعرف هذه المسألة. واضح، أموت لا أعرف هذه المسألة وأموت، خصوصا كلامي فيما يرتبط من العلوم بالدين. أنا ما عندي مجال، تاجر، عندي محل، موظف، لا بأس. لا تتمكن أن تجعل العلم يشمل كل وقتك، اجعل جزءا من وقتك للعلم.
لا أقول اجعل جزءا من وقتك في الشهر مرة، لا، في كل يوم جزءا صغيرا ولو من الوقت، اجعله للعلم، اجعله للمطالعة، اجعله للمداولة. هذا في العلم. في العقل ماذا؟ أتمكن أن أرتقي في مدارج العقل؟ نعم، لعلهم يعقلون. يعني ماذا؟ إذا كان الشيء وصل إلى حده لعلهم يعقلون، لا معنى له. طريق تقوية العقل لعله التدبر والتفكر. أفلا يتدبرون القرآن؟ والآيات القرآنية في هذا المجال تؤكد، والروايات الشريفة كثيرة في هذا المجال. أختم حديثي بحديث شريف ودعاء، وكلاهما عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم الصلاة والسلام. حديث حقا روعة. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه: العقل رائد الروح. اقرأوا في كتب اللغة معنى كلمة رائد، ليس قائد، رائد. العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل. عندك روح؟ بهذه الكلمة تعرف. العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل. أما الدعاء، دعاء لطيف عظيم. الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام ينقل عنه أنه قال، مضمون كلام الإمام أنه ذهب مع أبيه الإمام علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام إلى الغريل لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فبكى الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام هناك، ثم قرأ زيارة مختصرة أسطر، روعة روعة، كل كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام رائعة. زيارة مختصرة من الزيارات المختصرة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قرأ هذه الزيارة ثم دعا بهذا الدعاء، وأنا أدعو بهذا الدعاء، وأنتم لا أقول اقرأوا بل أدعوا. مرة الإنسان يقرأ دعاء، مرة يدعو يطلب حقيقة، لا يقرأ بلسانه فقط. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم ارزقني عقلا كاملا، ولبا راجحا، وقلبا زكيا، وعملا كثيرا، وأدبا بارعا، واجعل ذلك كله لي، ولا تجعله علي، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. Oh.